سلام شمع بزم ہدایت پھیلا آسیو تھام لو دامنِ مصطفیٰ آسیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وإن تولوا فقل حسبی اللہ لا عرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما عبدت لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنا
رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سارے اکبر اونچی آواز نال کلمہ شریف پڑھو چا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان ایک سماعت فرماؤ ہفتے والے دن یعنی کہ کل جمعہ تے پرسوں چھان چھان آئے تھے بابے جندے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دا اور سے زور دی نماز یعنی پیشی دی نماز تو فوری بعد ساریاں نو اطلاع کہ وقت نال تشریف لے آنا پرسوں چھان چھان آئے دے بابے جندے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی یاد وچ اور شریف سارے صاحباناں نوں اطلاع ہے کہ محفل شریف وچ محفل شریف وچ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالا آلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اللہ سونا ختم شریف پڑھ کے مل کی تگے دا ثواب اللہ جو چند جملے میں پڑھے نے انہاں دا ثواب محفل پاک دی تلاوت کلام پاک ہوئی نعت خوانی ہوئی تیرا اور تیرے پاک